النهاردة معانا مع حضراتكم محاربة من نوع خاص، هي بنت جميلة ما تعرفش معنى الاستسلام اللي بيسمعها وهي بتتكلم برغم من كل الصعاب اللي هي بتمر بيها، هيستمد منها قوة وعزيمة وأمل وكمان إصرار. حكايتها بدأت مع مرض السرطان في عام 2016، وبعد سنة كاملة من العلاج رجع لها مرة تانية، ولكن رجع في حتة تانية، رجع في المخ. برضو ما استسلمتش وكملت المشوار، مشوار العلاج، وعملت عمليات جراحية، ولكن للأسف مؤخرا أصيبت بمرة تانية في البنكرياس. يمكن اللي هيسمع كل ده هيتوقع بقى أنه هو هيشوف بنت ضعيفة مكسورة ما عندهاش أمل بعد كل الحروب اللي هي خاضتها دي في الحياة مع مرض شرس ولعين، ولكن الجميل قوي بقى أن هي بتطلع من كل حرب من هذه الحروب منتصرة أقوى، وعندها عزيمة وإصرار أكبر، وعندها أمل أكبر وأكبر. مؤخرا كانت بتخوض واحدة من مراحل علاجها وهي بتذاكر للثانوية العامة، وبالرغم من كل التعب اللي هي كانت حاساه وبتمر بيه إلا أن هي قدرت أن هي تحصل على مجموع 89%. عايزاكم ترحبوا معانا بضيفتنا النهاردة اللي منورانا بيت السفير، عزيزة الجميلة أحلام سعد، طالبة الثانوية العامة ومحاربة السرطان. منورانا. منورانا. وانا سعيده جدا ان انت معانا النهارده. وانا اكتر. مبروك مبروك النتيجه الجميله دي. الله يبارك فيك. وعيد ميلادك بكره كمان. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. ربنا يسعد كل ايامك وتحقق كده كل امنياتك في الحياه. ان شاء الله. تعالي بقى نبدا من القوه والعزيمه اللي جيسي اتكلمت عنها، وتقولي لنا كده يا احلام ازاي بتقدري كده ان انت يعني تبقي اقوى مع كل الحروب بقى اللي اتكلمنا عنها، وكمان مع الثانويه العامه برضو اللي هي حاجه اكيد مش سهله. بتعملي ايه؟ بتقوي نفسك ازاي؟ هو انا لما يعني طبعا انا ريلابس 3 مرات، فالموضوع طبعا ما كانش سهل. كل مره طبعا كنت بضعف شويه في الاول لما بعرف ان انا ريلابس تاني وهعيد تاني نفس التجربه تاني وهاخد تاني ريدوثيرابي وكيموثيرابي، فالموضوع بيبقى صعب شويه. بس انا دايما بشوف ان انا ليه انهي حياتي دلوقتي ما دام ربنا لسه كاتب لي ان انا اعيش. طبعا القدر يعني الموت بيبقى بتاع ربنا، فانا ليه اخلي الكانسر يسيطر عليا؟ طب ما انا ممكن انا اصاحبه واسيطر عليه انا، حتى لو هو هيفضل ان هو يجيلي. في ثانويه عامه بقى كان ساعتها برضو جالي تاني في عظمه المناخير، كانت لسه 3 مرة وعمل برضو في الحوض وهو بدا ينتشر، فالموضوع كان صعب قوي. فكنت هاجل. كنت بتاخدي العلاج مع كنت باخد المذاكره؟ اثناء المذاكره كنت بتاخدي العلاج؟ كنت باخد كيمو، بس انا باخد كيمو وتابلتس في البيت عشان انا الجسم ضعيف ان هو ما ينفعش اخد كيمو محاليل. اللي 3 مرة هو ده النوع الوحيد اللي يعني اللي ينفع لي، فكنت باخده. فكنت باخد طبعا الكيمو وبنزل الدروس، كنت بنزل دروس وكده. طبعا مامتي وبابايا قعدوا لي اجلي السنه دي عشان ما تعبيش، عشان طبعا مناعتك بتنزل. قلت لهم لا، حابه ان انا اتعامل طبيعي عادي زي اي حد، وهنزل الدروس وان شاء الله يعني مش هحاول اضغط على نفسي قوي، بس هحاول ان انا اعدي السنه دي ان شاء الله. بقيت بنزل الدروس وزي اي طالب او طالبه الطبيعيه. اصلا كانوا بيستغربوا كمان في اول ثانويه عامه الكيمو وقع شعر تاني المره الثالثه، فساعتها شلته شويه فكان عامل زي الكات بوي قوي، وكمان انا كان في جرح في دماغي من ورا مكان اللي عملت المخ، فكان كله بقى كان بيستغرب. كنت طبعا بنزل الدروس وكده، ففي ناس كتير قوي ما يعرفونيش. كان انت ازاي كده يعني؟ طب ايه اللي كان بيديك الثقه دي؟ يعني دايما يقولوا لنا ايه لما تمر باي كسره او احباط في حياتك او حزن او اي حاجه، علشان تطلع او تقدر تطلع نفسك منه لازم تحط كده هدف قدامك وتقول انا هوصل للهدف ده. انت كنت ايه الهدف اللي بتحطيه قدامك؟ هو انا من النوع اللي هو بحب اعمل حاجه جديده في حياتي. فكان هدفي ان انا اوصل للجامعه، وان انا لسه عايزه اشوف نفسي وانا كبيره احقق ايه. يعني عندي احلام كتير انا لسه عايزه احققها، فاللي انا ما كنتش عايزه ان انا انهي حياتي من دلوقتي. ايه احلامك بقى؟ يعني ايه الاهداف والاحلام كده اللي انت قلتي انا عايزه احققها؟ هو انا بحب عايزه ادخل كليه اعلام ان شاء الله. وكمان بحب التمثيل جدا. بس السنه بس اخلص الكيمو كده وان انا انزل ورش تمثيل يعني بس. وانا كمان بحب اسافر قوي وان انا الف كده، فاللي هو لسه عايزه ان انا الف البلاد كلها وان انا
اشوف بكره مستنين يعني مستني ايه يعني مستني لي ايه. فاللي هو لا يعني لما في اول مره كنت مكسوفه قوي قوي اللي هو ما كنتش بقدر اظهر قدام حد من غير الباروكه. وطبعا كان شكلي كان ساعتها كان كنت تعبانه اكتر. تاني مره بقى قررت ان انا اظهر من غير باروكه لما رجعت تاني مره. وساعتها بقى ظهرت عادي ان انا طبيعيه حبيت اظهر بطبيعتي. انت معانا صوره ليكي اهو وانت من غير الباروكه مع والدتك. وشك زي القمر. انت يعني باروكه من غير باروكه انت جميله. واسمك جميل يا احلام. واحنا النهارده عايزين نحاول كده ولو بقدر بسيط ان احنا نحقق لك حلم صغير من احلامك. ايه رايك بقى تكملي معانا النهارده وتكملي تقدمي معانا الفقره اللي جايه؟ موافقه جدا. يلا احنا كمان مبسوطين. طب ايه رايك تخرجينا انت بقى هتقولي ايه عشان نخرج فاصل ونرجع بقى الفقرة التانية؟ ان خلصنا فقرتنا وفاصل ونعود مع الفقرة القادمة. يلا بينا. مذيعة على قدي بقى. ايوه مذيعة جميلة. بنرحب بحضراتكم مرة تانية. يمكن احنا عادة بنحب نتابع دايما المشاهير، بنحب نشوف كده اسلوب حياتهم وعاداتهم اللي بيعملوها، ودايما بيحاولوا ان هم يشاركوها معانا طبعا من خلال السوشيال ميديا. ويعني كتير من الشباب والمراهقين الحقيقة بيحاولوا ان هم يقلدوا المشاهير في اي حاجة بتطلع ترند، اي حاجة بيشاركوها ان هم بيعملوها زي العادات الغذائية مثلا وغيرها كتير. الحقيقة انه مش كل الحاجات دي بتبقى صح، في منها حاجات بتبقى غريبة جدا جدا للأسف انها بتتقلد من غير ما نبقى عارفين يا ترى الحاجات دي صح ولا غلط. والمهم قوي بقى ان احنا نعرفه، يعني لو حد هيقلد حاجة او هيجرب انه يعمل حاجة زي ما بيشوف كده شخص مشهور بيعملها وبيشاركها، انه يبقى متأكد ان الحاجة اللي بيعملها دي صح، خصوصا لو كانت متعلقة مثلا بحاجة بناكلها او بنشربها او بنعتمدها في يومنا كعادة غذائية. خلونا نتكلم عن أغرب الحاجات اللي بنشوف إنه المشاهير يعني بيكونوا حريصين كده إن هم يشاركوها معانا، وعادة الناس كتيرة بتاخدها منهم وبتقلدهم، زي مثلا إن هم يقرروا كده ياخدوا مكعبات تلج الصبح، زي إن هم يقرروا ياخدوا بعض الزيوت مثلا الصبح زي زيت جوز الهند وزيت الزيتون وحاجات تانية كتيرة. الحقيقة هيقول لنا تفاصيلها أكتر ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية العلاجية، وكمان منورانا بقى ومكملة معانا فقرتنا مذيعة المستقبل أحلام. يا أحلام يعني مبسوطين إن أنت معانا في فقرتنا التانية. يلا إيه رأيك بقى أنت تنطلقي وتبدأي بأول سؤال للدكتور رامي؟ إيه موضوع أكل التين والفوائد اللي موجودة فيها يا دكتور؟ وإن هما التين بيتاكل بطريقة معينة. دي جديده بقى. جديده جدا. بغض النظر عن فكره ان هي جديده او قديمه او للاسف فكره التميز دايما بتاخد الناس لحته كده بعيده شويه ممكن المخ ما يتقبلهاش، فانت تبدا تلتفت وتبدا تركز في الموضوع. احنا اللي عايزينه نقول للناس ان انت مش كل حاجه ممكن تشوفها ممكن تقلدها، لازم تدي فرصه لمخك الاول يفكر هل فعلا الحاجه دي ليها قيمه ولا لا. احنا اللي كنا نعرفه او الدارج زمان ان الطين ده مرتبط بالبشره، مرتبط بالماسكات، مرتبط بشويه حاجات كده داعمه للجلد من بره. لكن فكره انه يبقى جاهز انه يتاكل هي دي النقطه المهمه جدا. زمان في العشوائيات او كان في لسه ما حصلش تطور للمدينه او فكان دايما تلاقي الاطفال اللي هي من سن 3 سنين ل 10 سنين طبعا اللي هو بالنسبه له حاسه التذوق دي هي المعيار للحكم على كل حاجه، فكان بيتذوق الطين وياكل التراب او ممكن يحصل مشكله، وبداوا يلاحظوا الموضوع ده على ناس عندها اضطرابات نفسيه او عندها مشاكل نفسيه وليه تشخيص ادمان يا دكتور صح للموضوع ده. في ناس بتوصل للموضوع ده ان هي تاكل الحاجات الغريبه زي الحليب زي الطين زي التراب ويبدا يخش من في الوجبه الغذائيه بتاعته، وده مرض ليه علاجه وليه قصه علاجيه احنا مش هنتطرق ليها النهارده. تمام. هنتطرق على فكره ان الشخص اللي هو قرر انه يعمل ده بنفسه. تمام. فبدات الشركات طبعا اللي هي بتعتمد على الماركتنج والتسويق بدات تدخل الطين ده في محتوى الاكل بتاعها، بقت تجيب التراب وتبدا تعالجه مكوناته يعني يا دكتور. بالظبط ده حقيقي، بدات تجيب التراب وتعالجه بصوره معينه وتدخله مثلا في بعض البلاد تدخله في صناعه البسكوت. بيعتمدوا على ايه؟ على درجه الفقر ودرجه عدم الوعي، وان الشخص ده بيدور على حاجه تشبعه مده طويله وفي نفس الوقت
ما تبقاش غاليه او ما تبقاش بقيمه عاليه اقتصاديا يعني. فبدات يظهر الموضوع ده، بدا الموضوع ده يظهر بشكل ملحوظ للناس، للسيدات الحوامل بنسبه كبيره قوي، بسبب ان السيدات الحوامل طبعا بتمر بشويه لخبطه، شويه خلل، شويه عندها اكتئاب حمله، عندها تغيير في الهرمونات. ايوه طبعا. في عندها رغبه لاكل انواع معينه وحاجات من النوع ده، فبدات تلجا للحاجات دي. فبدأوا يحطوا الناس دي تحت الملاحظة، وجدوا ان الناس اللي بيبقى عندها خلل في الحديد ثم الزنك والمغنيسيوم دايما بيبقى عندهم توجه للخبطة في نوعية الاكل، وان هي تاكل حاجات عشوائية، حاجات ممكن ما ياكلهاش البني ادم العادي. هو ده للأسف اللي خلى فكرة انك تاكل الطين ممكن يبقى ترند. بدأوا يدوروا، الابحاث بدأت تدور على نوعيات، هل فعلا هو كل الطين اللي موجود في العالم هو اللي ينفع يتاكل؟ لا، وجدوا ان في بعض الانواع فعلا ممكن يتم اضافتها للجسم، وبدأت الابحاث تخش في كده، وبدأوا يتكلموا بقى على ان هو بيقاوم السموم، على ان هو بيعالج الامساك، بيعالج الاسهال، بيعوض الجسم. يا دكتور، لما نيجي نتكلم على تجربه علميه، فانت لازم تحقق ده على اكبر عدد من الناس عشان اقدر اقول فعلا التجربه دي حقيقيه وفعلا ينفع تطبيقها ولا لا. لكن ما ينفعش اجي اطبقها على 100 واحد واحنا اكتر من 7 مليار بني ادم، وتيجي تقول لي ان التجربه دي تنفع اصلا ان احنا نبص عليها بصوره علميه ولا لا. ثانيا، ان هي دول شرق اسيا اللي بيجي لنا بقى من عندها اللخبطه كلها، ودول افريقيا اللي بيبقى عندها شويه مشاكل في الثقافات، هم اللي بيبدا يفكروا بالطريقه دي. فده بيحطك تحت طائله ان الموضوع طبيا ما ينفعش، وما ينفعش ان انت حتى تفكر فيه، او لمجرد ان انت شفت بلوجر او ممكن يبقى أو مضر كمان يعني للجسم. بالظبط، بيحصل انسداد في الامعاء وبيحصل مشاكل كتيره جدا لما بداوا يتابعوا السيدات الحوامل، لان هي بتبقى خلاص خلل نفسي. فبداوا يعملوا شويه فحوصات اكس راي يطمنوا على شكل، فبداوا يشوفوا التراب نفسه موجود في الاكس راي، المكونات اللي فيه. يا دكتور، هل هو الجسم يعني علشان عنده نقص مثلا في المغنيزيوم زي ما حضرتك قلت، فبيروح للحاجات اللي فيها المغنيزيوم عالي؟ طب ما اروح للفاكهه زي الموز مثلا. ما هو الاضطراب النفسي دايما بيعمل، بيخش بقى، بيبقى ليه دور هنا. فانت خلاص بتاكل اي حاجه بصوره عشوائيه. ودايما يعني في مجتمعاتنا دايما تلاقي الناس اللي عندها مشاكل، الاطفال اللي عندهم توحد، او الناس اللي عندها اضطرابات ذهنيه او فبيبقى ما بيقدرش يميز الحاجه دي فعلا ليها قيمه غذائيه ولا لا، وبيبدا يفكر فيها بصوره. احنا لو شفنا حد بيعمل كده ما نمشيش وراه. ده حقيقي. انت قلت في المقدمه، قالت حاجه يعني، قالت جوز الهند ومكعبات الثلج، وما قدرتش حتى تقول قصه الطين او لان هو الموضوع برضو غريب على العقول. طب انا متاكده احلام عندها لسه اسئله كتير عايزه تسالها لحضرتك. من الحاجات الغريبه جدا كان يا دكتور المشيمه المجففه، وبعض المشاهير بيقولوا ان هي مفيده جدا. مشهور يقول حاجة طبية، فهنا هيبقى تحتيها شك كتير. هو طبعا في ممثلة أمريكية شهيرة بدأت إن هي بعد عملية الولادة لجأت للمشيمة بأي شكل من الأشكال، سواء كانت مطهية أو مجففة أو أي كبسولات وحاجات. أيوة غريبة أوي. الموضوع تطور فعليا. إن في بعض الأطباء المسؤولين عن الرعاية للسيدات في فترة الحمل بدأوا يطوروا الموضوع ويفكروا فيه بصورة طبية. فهي بتقول ان هي لجأت لده، ان هو ده عالج لها الاكتئاب اللي حصل نتيجه الحمل. ده نشاط وبالظبط، وقلل عمليه النزيف اللي بتحصل بعد الولاده، وحسن كتير جدا من نفسيتها ومن من وضع الجسم. بس يبقى الفكره كلها ان انت بتتكلم على شخص واحد. فبدات هنا بقى تطورات تحصل، ان الناس بدات تفكر تبدا تجيب المشيمه، تبدا تجففها، تبدا تطهيها بشكل معين وتستخدمها في الاكل. هي اكيد بتختلف من جسم لجسم، صح؟ هي طبعا هي لان هي المشيمه دي الرابط ما بين الام والابن، ودورها كلها ان هي بتفلتر او بتنظف الاكل او الفوائد القيمه اللي رايحه للطفل. فانت بتتكلمي في فلتر، فالفلتر ده انت ما ينفعش كشخص طبيعي تبدا تتعامل معاه، لان انت هتبقى تحت رحمه السموم او المشاكل الصحيه، تبقى فيها تلوث او حاجه. بالظبط، ده اللي بيحصل فعليا، وان كان فيها قيمه غذائيه لان هي برضو محمله بالقيم الغذائيه اللي موجوده. بس هي الفكره كلها انت ليه بتدور على ده؟ ليه بتدور دايما عن الخروج عن النص؟ ففكره اكل المشيمه للاسف بقى مقارنه باكل الطين، لا بقى بدا يبقى دارج دلوقتي أكتر. وبدا يتعمل عليه ابحاث، وبدا يبقى في منتجات موجوده في يعني علب جاهزه للحفظ بتبدا يتم حفظها، وبيبدا ينزل تعليمات بطريقه الطبخ وازاي تطبخيها. الموضوع كبير. لان زي ما قلت لك، هو ربطه بيلعب على العامل النفسي للست، والعامل النفسي للست اللي هو يعني دي حاجه تسويقيه اكتر يا دكتور، مش شرط برضو تبقى صح. حضرتك شايف كده ولا ايه؟ خلينا نبقى متفقين زي ما قلت لك في الاول، ان هي مش مجرد ان هي
حد شخص عملها ونجحت معاه او جابت نتيجه ممكن يبقى الموضوع وهمي يعني، ممكن تكون اقتنعت كده وهميا ومفيش اي تمام دليل. فده مش معناته ان كل الناس ممكن تطبق ده. وزي ما قلت لك هنرجع خطوتين ورا، مخك هل هيتقبل ان انت تتعامل مع الحاجه دي ولا لا؟ هي دي الفكره. طب خلينا، ايه رايك احنا بنتكلم في حاجه كلنا مش هنختلف عليها من واحنا صغيرين لاحنا كبار، بنستمتع بايه؟ قرقشه التلج. صح. طب ايه فايدتها يا دكتور رامي؟ ان هي كمان بيقول لك على الصبح على الريق لما بتاخدها يبقى ليها فايده انك تاكل مكعبات التلج. انا بالنسبه لي كرامي يعني كشخص بغض النظر عن دكتور، صوت قرقشه التلج مؤذي بالنسبه لي. عشان نبقى متفقين، فانا ممكن لما حد الاقي قرقش بيقرقش تلج جنبي انا ممكن اتضايق منه، اتضايق منه وبيبقى في علاقه متوتره بينه وبينه. بس خلينا نقول ان انت عندك اضرار كبيره جدا من التعامل مع التلج، مع المناطق الحساسه زي الاسنان بالذات واللثه. الاماكن دي الاعصاب فيها بتبقى قريبه شويه من السطح، فلما بتاخد درجه بروده عاليه جدا بيحصل التهابات في الاسنان، بيحصل مشاكل في المينا اللي موجوده، فيبدا يحصل مشكله. بس زي ما قلت لك هو التلج او الحاجه الساقعه بتسكن الالم او بتدي احساس بالانتعاش يعني، دايما بتخليك منتعش فانت بتدور على احساس السعاده. نفس فكره الاكل عامه، الاكل ده من الناس اللي بتروح للاكل الجانك فود او الوجبات السريعه لمجرد ان الدهون بتدي له احساس بالمتعه او بالمتعه اللحظيه فبيبدا الموضوع يتكرر. هي نفس الفكره في التلج، انت مجرد ما بتنخرط في العاده السيئه دي، للاسف انا بسميها عاده سيئه لان هي ملهاش اي قيمه ولا فايده طالما وصلت لمرحله ان هي تبقى في البق، لما بتنزل بصوره مباشره للجهاز الهضمي لو اضطر ان هو يبلع التلج من غير ما يقرقشه مثلا، فده ممكن يعمل مشاكل كبيره جدا في المعده، ممكن يعمل قرح على المدى البعيد، بيحصل التهابات في المعده، الالتهابات بتتكرر 1 2 3 يبدا يحصل قرح، يبدا يحصل ممكن نزيف بعد كده في الجهاز الهضمي العلوي، ممكن يعمل لي مشاكل بعد كده في عمليه التبرز. فانت ليه انت بتدور على ايه؟ يعني احنا التلج ده بنستخدمه في اصابات الملاعب، في المشاكل الصحيه اللي بتقابل الاربطه او المفاصل او ايه اللي يخليه يوصل لبقك وتقرقشه؟ انا مشكلتي في الجو الحر مثلا والرطوبه العاليه في صوت القرقش بيدي لذك يعني، تحس انت كده مستمتع وانت بتاكله. ما احنا ممكن نشرب العصير وهنستمتع بالبروده بتاعته، بس هي الفكره كلها ان هو زي ما قلت لك ده مستوى اعلى شويه من القابليه. في ناس ممكن يعني تستمتع بده وفي نفس الوقت ما تتضررش يعني عادي، وفي ناس مجرد ما البروده بتلامس اسنانها او بقها الطبيعي على فكره ان هو يتضرر، ده العادي يعني. عندنا ايه تاني؟ عرفنا كمان يا دكتور ان في ناس بتحب تاخد كل يوم على الريق معلقه زيت زيتون، ان هي بتحافظ على صحتها ووزنها، ايه رايك؟ زيت جوز الهند بقى بما اننا بنتكلم عن الزيوت يعني، نبتدي بزيت جوز الهند. جوز الهند، زيت جوز الهند برضو دلوقتي بقى هي الموضه بتاعته ان هو الناس بتتمضمض بيه. في ممثله امريكيه بتعمل كده. ده حقيقي. لما جت الابحاث اتعملت هو فعلا من الحاجات المهمه جدا لصحه الاسنان وصحه القتل البكتيريا اللي موجوده في الفم. بس هو الافضل طبعا ان هو ممنوع منعا باتا ان انت تبلعيه، انت بتتمضمضي وبتبداي تحركي لسانك في جميع الاتجاهات بتاعه البق بحيث ان انت تقدري توصلي الزيت لكل منطقه، ولازم تنزلي، ما ينفعش تبلع منه جرام واحد لان هو بياخد البكتيريا وينزل بيها. عشان بيطلع البكتيريا السيئه اللي في الفم. بالظبط. في بعض الطرق بيقول لك ان هو لازم تفضل تتمضمض لغايه لما لونه يتغير من اللون الاصفر شويه يوصل ليبقى لونه ابيض، فكده يبقى انت استهلكته بصوره كويسه. ودي حاجه من الحاجات الحلوه بالمناسبه وبتجيب نتيجه كويسه جدا في صحه الاسنان. حلو. حاجه صح الاسنان. ده حاجه صح. تمام. الابحاث دعمتها بصوره كبيره جدا، وحتى التجارب العمليه كمان بدات تبقى لطيفه والناس بدات تستخدمها زيها زي دلوقتي الماوث ووش او اللي هي الغرغره. ايوه بالظبط. الحاجات اللي هي الغسول والغرغره والحاجات دي، فبدات تجيب نفس النتيجه مقاربه ليها. فدي حاجه حلوه وحاجه كويسه. وكمان زيت جوز الهند دلوقتي تطور حلو قوي في عمليه الطبخ مقارنه بقى بالزيوت المهدرجه والسمن المهدرج. اكثر صحيه وبيقدم لك دعم كويس جدا من الفيتامينات من المعادن والسعرات الحراريه الكويسه. يعني يا دكتور حقيقي حضرتك نورتنا وافدتنا بكل المعلومات دي، ويعني عرفنا بقى ايه الصح وايه الغلط اللي احنا المفروض ما نمشيش وراه وما نعملوش. بالظبط. يعني مش اي حاجه المشاهير يقولوها نمشي وراه على طول. صح يا احلام. احلام انا عايزاكي انت بقى اللي تنهي النهارده اليوم في بيت السفيره عزيزه. النهارده كانت معانا الجميله المتفوقه احلام سعد، وهي هتختم النهارده بقى مذيعه المستقبل. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور، وقلت لنا معلومات كتير جدا مفيده، وانا استفدت من موضوع التلج جدا كمان.